أمم آسيا ضمن المجموعة الثانية والتي ستضم إلى جوار منتخبات اليمن سوريا وتركمانستان أكتوبر المقبل. هجوم للمنتخب السعودي، ممكن يأتي التعادل، الوصول، التسديد، الله يكبر يا الأخضر السعودي، لمسة زعيم من عبد الرحمن اليامي لاعب نادي الهلال، واحدة بيسرى على طريقة الكبار، يضع الكرة في شباك محمد صلاح الدين بوبكر، ينجح مع الأخضر السعودي في ظل التغييرات الكثيرة في إحراز هدف التعادل. لمسة إكبار لاعب نادي الهلال عبد الرحمن اليامي، يعيد الأخضر إلى المباراة في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثانية، لكن أخذ معاه المدافع، سددها بيسرى بمساعدة القائم الأيمن، وهب لا لا اصطدمت، خذت معاها القائم الأيمن، هز الحديد في اللقطة الماضية بالنسبة للاعب نادي